الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده بيسيب جزء كبير جدا من الجلد وبتعاني منه بنات كتير، بس المشكله ان البنات بتبقى عايزه تعالج الموضوع ده مسافه اسبوع او اسبوعين. لا طبعا، الموضوع ده بيبقى عايز روتين يومي وعنايه يوميه. الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده هو جلد الوزه. هقول لك انا النهارده في الفيديو ده ايه اشهر الغسولات اللي انت ممكن تستخدميها عشان نقلل من جلد الوزه، ايه اسبابه وازاي اقدر اعالجه. انا صيدلانيه مرهم محمود ودي قناتنا كلنا كلام مظبوط، يلا بينا نشوف. زي ما انا قلت لكم في اول فيديو، النهارده موضوعنا هيكون عن جلد الوزه. طيب جلد الوزه يا ترى اتكون ازاي؟ زي ما احنا عارفين كلنا ان الجلد بتاعنا، سطح الجلد بتاعنا بيتجدد كل يوم. طيب لما بيتجدد اكيد بيبقى فيه خلايا جلد ميته، تمام؟ وعندنا بصيلات الشعر كلنا عارفين ان الشعر بيتكون من بروتين اسمه الكيراتين، بيبقى موجود حوالين الشعره. طبعا مع وجود طبقات الجلد الميته، اكتر ناس بتعاني من المشكله دي اللي هم اصحاب البشره الجافه، خصوصا اثناء فصل الشتاء البشره بتجف اكتر لان الرطوبه اللي بتكون محاطه بينا قليله جدا، فبيحصل بقى عندنا تراكم طبقات جلد ميته مع الكيراتين اللي هو موجود في بصيله الشعر، ده كله بيتراكم فوق بعضيه وبالتالي بيسد بصيله الشعر، فبيخلي الشعره مش قادره تطلع في المسار الطبيعي ليها اللي هو تطلع كده، لا بيخليها تطلع تحت، وبالتالي الشعر يفضل تحت سطح الجلد ما يطلعش في المسار الطبيعي بتاعه، ويحصل عندنا ما يعرف بنتوءات كده منتشره على سطح الجلد بيبقى لونها بني او احمر. النتوءات دي بتبقى شكلها شكل جلد الوزة او جلد الفراخ او شبه ورقة الصنفرة. ده اول سبب عندنا لحدوث جلد الوزة. في اسباب تانية لحدوث جلد الوزة، ممكن يكون اثناء تغير الهرمونات فترة الحمل او الرضاعة او فترة البلوغ، ممكن يكون كمان بسبب عدم الترطيب. اصحاب البشرة الجافة اكتر ناس هيعاني من جلد الوزة، لان زي ما قلت لكم الخلايا اللي بتتجدد كل يوم، طبقات جلد ميت مع الكيراتين الموجود حوالين بصيلة الشعرة بيسد بصيلة الشعرة، وبالتالي الشعرة تطلع تحت الجلد. فعدم الترطيب مع اصحاب البشره الجافه طبعا عامل رئيسي لحدوث جلد الوزه. كمان طرق ازاله الشعر بالطريقه الغلط، مثلا الناس اللي بتستخدم الشيفنج اللي هو الموس، ممكن كريمات ازاله الشعر الناس عندها حساسيه منها فبتسبب حدوث المشكله دي. ممكن الناس اللي بتعاني من صدفيه او اكزيما برده هيحصل معاها المشكله دي، وزي ما قلت لكم الحوامل او المرضعات تغير هرمونات ممكن يؤدي لحدوث المشكله دي. طيب ايه اكتر المناطق الموجوده في الجسم بيبقى موجود عليها جلد الوزه؟ اكتر مناطق هنلاقيها في الدراعات من فوق من هنا، هنلاقيها كمان في الساقين في الفخذين، هنلاقيها ممكن كمان في الظهر. دي اكتر المناطق اللي بيكون موجود عليها جلد الوزه. طب يا ترى ايه الاسباب التانية اللي ممكن تكون سبب في حدوث جلد الوزة؟ السمنة المفرطة. اكتر فئة هتعاني هي النساء اكتر طبعا من الرجال، خصوصا ما بين فترة 20 ل 30 سنة. طيب ايه اعراض اللي بيعاني منها اصحاب جلد الوزة؟ هنلاقي مثلا هرش، احمرار حوالين النتاءات دي، النتاءات بتبقى حمراء او ملتهبة، بنلاقي في جفاف، بنلاقي في حساسية. طيب عشان نعالج انا المشكلة دي، العلاج بيتلخص في 3 خطوات. اهم حاجة عندي هستخدم كريمات تقشر لطبقات الجلد الميت دي اللي هي متراكمه حوالين بصيله الشعر اللي بتسدها وما تخليهاش تطلع في المسار الطبيعي بتاعها، وهستخدم كريمات ترطيب قويه جدا، اشهر حاجه اللي بتحتوي على اليوريا. زي ما احنا عارفين ان اليوريا سلاح ذو حدين اللي هو بيرطب ويقشر في نفس الوقت. واخر حل عندي، بس طبعا ده مكلف مش كل الناس هتقدر تعمله، اللي هو الليزر. طبعا ازاله الشعر بالليزر هيحل لي المشكله دي نهائي خالص، فده حل يعني ممتاز جدا لمشكله جلد الوزه، بس عايز طبعا تكون الحاله الماديه كويسه. طيب اول حاجه تعالوا كده نتكلم عن كريمات التقشير. كريمات التقشير اللي انا هستخدمها زي ما قلت لكم هتقشر لي طبقات الجلد الميت اللي هي متراكمه على سطح الجلد، اللي هي مع الكيراتين اللي حوالين بصيله الشعره بيسد لي المسام ويخلي الشعره تطلع تحت الجلد ويعمل لي النتوءات دي. كريمات التقشير هتقشر لي طبقه الجلد الميت دي عشان تسمح بان الشعره تطلع في المسار الطبيعي بتاعها، تطلع فوق كده. فكريمات التقشير اكيد هتكون فيها ساليسيليك اسيد، لاكتيك اسيد، جلايكوليك اسيد، حاجات بتقشر لي طبقات الجلد الميت. وكمان اليوريا، اليوريا زي ما احنا عارفين سلاح ذو حدين، بيقشر ويرطب في نفس الوقت. وكمان احماض الفواكه، احماض الفواكه ممتازه جدا لتقشير طبقات الجلد الميت، بتستخدم كمان في التقشير الكيميائي. وكمان اي كريم بيحتوي على الريتينول اللي هو زيت ريتينوين اللي هو اشهرهم طبعا الكريم الاكريتين. طيب اشهر حاجه هستخدمها في كريمات التقشير، عندنا حاجات رخيصه زي الاكريتين تركيز نص، ممتاز جدا لتقشير طبقات الجلد الميت. عندنا كمان كريم دبروساليك، ده عباره عن ساليسيليك اسيد، هيقشر لي
طبقات الجلد الميتة، وكمان احماض الفواكه يعني اي حاجة بتحتوي على احماض فواكه زي الريكسول AHA لو تركيز 5% هيكون ممتاز جدا. دي اشهر حاجة ممكن استخدمها تكون سعرها في متناول الجميع لتقشير طبقات الجلد الميتة. طيب ايه ارخص حاجة ممكن استخدمها لترطيب؟ انا هستخدم البانسينول، رخيص جدا في متناول الجميع. عندنا كربامايت كريم ده يوريا، ممتاز جدا للترطيب. انا هتكلم معاكم دلوقتي عن الجزء اللي هو بيبقى غالي شوية، اللي حابب يشتري كده يشتري واللي حابب يشتري كده يشتري. عندنا اشهر حاجة كريم افن اكريت، ده عبارة عن ايه؟ بيحتوي على يوريا، بيحتوي على زيت اللوز الحلو، دولت للترطيب ممتازين جدا. بيحتوي كمان على حاجات تقشر زي الساليسيليك اسيد واللاكتيك اسيد، يعني الساليسيليك اسيد واللاكتيك اسيد هنا هيقشروا وزيت اللوز الحلو واليوريا هيرطب. تاني حاجة عندنا من الكريمات الغالية اللي عايز يشتريها طبعا ازيز يوريليا اللي هي 5%، كمان عندنا ايسيرين يوريا ريبير 5%، كمان عندنا سيرافي اس اي لوشن، كمان عندنا ايسيرين رافنس ريليف دي فيها سيرامايتس، واحنا عارفين السيرامايتس عندها قدرة عالية جدا على ترطيب الجلد، واليوريا الاتنين دولت عندهم قوة كبيرة جدا على ترطيب الجلد عشان نخلي الشعر يطلع في المسار الطبيعي ليه. هحط لكم هنا كل الصور بتاعت طبعا الكريمات الغالية في الجنب هنا عشان اللي عايز يشتري رخيص يشتري واللي عايز يشتري غالي يشتري. طيب انا عايز اتكلم معاكم كده عن الروتين ازاي يتم العلاج، مش مجرد شهر او شهرين، ده روتين يومي على طول يعني ما بنوقفوش خالص عشان نقضي على المشكلة دي. واحنا بناخد الشاور الجلد طبعا بيبقى طري، فبنصحكم تستخدموا 2 غسول، غسول الدفرن اللي هو معروف فيه مادة الادابلين اللي هي بتقشر طبقات الجلد الميتة، ده عبارة عن لوشن هنستخدمه واحنا بناخد الشاور بتاعنا، هيقشر لي طبقات الجلد الميت، وبالتالي هنا عشان لما نيجي نرطب يسهل اختراق كريمات الترطيب للجلد عشان نخلي الشعر يطلع في المسار الصحيح بتاعه. وكمان في لوشن من سيتافيل بودي واش بيحتوي على سيتريك اسيد اللي هيقشر والجليسرين هيرطب، انا بنصحكم بالاثنين لوشن دولت لو تجيبوهم تستخدموهم اثناء الشاور عشان يقشر لي طبقات الجلد الميت. وبعد كده هطلع طبعا المسامات عندنا بتبقى مفتوحه، هروح مرطبه على طول، احط طبعا الكريمات اللي قلت لكم عليها زي مثلا البانتينول رخيص، الكربامايت، عندنا كمان زي ما انا قلت لكم الاكريت، عندنا كمان الاسيرين رافنس ريليف، دي كلها حاجات للترطيب ممتازه جدا. اللي ما عندوش طبعا المقدره ان هو يجيب الحاجات دي، اي لوشن يكون فيه مثلا شيا باتر زي بالمرز حلو قوي هيرطب معاكي ممتاز جدا، يعني اهم حاجه ترطبي. فازلين يعني اهم شيء الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب في المشكله دي، لان هي طبعا حصلت بسبب حصل عندنا جفاف، فحصل عندنا تراكم طبقات الجلد الميت مع الكيراتين بتاع الشعر على بصيله شعره، فبيخلي الشعره مش عارفه تتزق لفوق تنزل لتحت. فده الروتين الصحيح ان احنا ممكن نتبعه عشان نقلل من المشكله دي اللي هي مشكله جلد الوزه، ونخلي الشعر يطلع في المسار الصحيح عشان نقلل من حدوث جلد الوزه. ده كان موضوع النهارده، انا صيدلانيه مرهم محمود ودي قناتنا كلنا كلام مظبوط. يا ريت اللي بيشوفني اول مره يدعمني باللايك وبالسبسكرايب. دمتم سالمين.